ايات كثيره ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم تثبت اسراءه صلى الله عليه وسلم ومعراجه. الاسراء مذكور في الايه الاولى في سوره الاسراء. المعراج ذكره الله تعالى في كثير من الايات ونخص منها بالذكر ما ذكره الله في سوره النجم. في قوله سبحانه وتعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الى اخر هذه الايات ذكرنا جمله من تلك الايات والان نقف عند قول الله تعالى اذ يغشى السدره ما يغشى ما معنى هذه الايه معنى هذه الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم تم العروج به من بيت المقدس الى السماوات العلى حتى وصل به الملاك جبريل عليه السلام الى سدره المنتهى وسدره المنتهى هذه في السماء وليست في الارض وعندها جنه الماوى ثم بين الله سبحانه وتعالى بان رسوله عليه الصلاه والسلام وصل وارتقى الى اعلى الرتب. والى اعلى المراقي. وانه عليه الصلاه والسلام وصل الى سدره المنتهى دون ان يصل اليها احد سواه. فلم يصل اليها نبي مرسل قبله. ولا ملك مقرب حتى الملك جبريل أو والله حتى الملك جبريل ولذلك إذا أردنا أن نفهم تلك الآية إذ يغشى السدرة ما يغشى علينا الآن أن نذهب إلى سورة الصافات في قول الله تعالى وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ هذه الآيات الثلاث ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم على لسان الملاك جبريل عليه السلام وهو يتحدث عن نفسه وعن جنس الملائكة عامة حينما قال وما منا أي من جنس الملائكة إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون يعني سبحان الله الملائكة منهم الراكع ومنهم الساجد واننا نحن المسبحون يسبحون الليل النهار نعم فهم في تسبيح وعباده ودعاء وذكر لله سبحانه وتعالى دائم ومتصل هذه الايات الثلاث يقول عنها العلماء ايات سماويه نزلت في السماوات فهؤلاء الذين ينكرون المعراج ينكرون تلك الايات الثلاث لان هذه الايات الثلاث هي ايات قرانيه نزلت في السماء عند سدره المنتهى ولم تنزل في الارض ونحن نعلم ان القران منه ايات سماويه وايات ارضيه القران كله ارضي الا هذه الايات الثلاث فهي سماويه والقران منه ايات صيفيه وايات شتويه فمن الايات الصيفيه: وقالوا لا تنفروا في الحر، وقوله تعالى: فرح المخلفون، وقوله تعالى: وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، ومعظم سوره التوبه نزلت صيفا. وهنالك ايات شتويه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ايه شتويه فالقران منه السفر والحضر والصيف والشتو والسماء والارض فهؤلاء الذين ينكرون المعراج ينكرون تلك الايات الثلاث التي نزلت في السماء وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون